بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدانا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا عندما بصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار تكبير يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ضمير يا بسيط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسع يا يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا أمير يا مصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بدير يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا، كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حللا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح جسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واغدها وإيجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين آمين يا الله 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 آمين آمين